كل من الناس يقول لكم داير لاشين، اي ورا ليش كان لاشين ماهوش عيب، لاشين بالعكس سلوك حضاري، ناس واقفه بادب باحترام تدي دوره خير من الهامات. لا في كل دول العالم كاين لاشين. هو في احلى من الطوبير يا راجل؟ ده تمرين رجلي من غير ما انزل الجيم. لا جزائريين بقول لكم ايه، الطوابير دي هي اللي تبني شخصيتك. ده انا ساعات كده بقى مش ورايا اي حاجه اروح اقف في الطابور من غير اي سبب، هوايه. ده انا بقيت مدمن طوابير. الواد ابني ده ببني شخصيته ازاي؟ معلمه السباحه والرمايه والوقوف في الطوابير. لا اصل احنا عاملين الطابور عشان تفكر كويس على ما يوصل ويجي دورك، يمكن تغير رايك ولا حاجه. صدقني يا جزائري لو خدت العيش ومشيت على طول مش هتحس بطعمه. لازم تحارب على كل رغيف هيخش بطنك. ناس واقفه بادب باحترام. ده فاكر لما الطابور يطول معناها ان السلعه جايبه ريتش. معاك ان كل دول العالم بصراحه فيها طوابير، بس بقى طابور على باب حفله، على طياره، على مطعم، انما زحمه الطابور عيش. يعني انت هتذل الناس ان انت عامل حسابهم في العيش وقت الازمه؟ نحن في اريحيه من ناحيه الاستوك. لا جزائريين اوعوا تقلقوا، صدقوني الاستوك موجود، هي بس الحكومه مش عايزه تطلع مخزون القمح ده وشايلينه ان شاء الله لنهايه الكون. لحد ما تيجي بقى المفروض الكل يستحمل ويقف في الطوابير. لا السوق موجود بقول لكم، بس احنا يعني بنحب نعيش حاله الازمه. احنا اوكي ما بنجيبش قمح من اوكرانيا، بس طالما اوروبا في ازمه نواكبهم الحلوه والمره. الظاهر كده يا جماعه الوزير ملوش دور اصلا في حل الازمه، ده لو خد دور هيبقى واقف في طابور العيش زيه زينا. انا حاسس ان الوزير بيتاجر بينا ومش فارقه معاه. صدقوني السلعه لو متاحه ما كانش المواطن واقف في طابور. طب ده عدل؟ بالله عليكم ده عدل؟ طب اروح لمين؟ طب اروح لوزير العدل، بصراحة هو اللي ممكن يقول تصريح يخرج الشعب الجزائري من الأزمة دي. يبدو أنه بعد كل هذه المحاولات والجهود اللي تقوم بها الدولة لتحسين القدرة الشرائية، ثبت للجميع بأن هذه الأفعال أصبحت يعني عبارة عن جريمة منظمة وترتكب من طرف جماعات تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، جماعات تهدف إلى زرع اليأس في نفوس المواطنين من خلال ضرب مباشرة القدرة الشرائية. كيفاش انتهى مادة يعني تلقاها في بلدان مجاورة، تلقاها ربما حتى في فرنسا، وتقول لي هنا في السوق الجزائري مفقودة. قلنا هذه السلع موجودة ولكن يتم التلاعب بهذه الكيفية، والغرض أصبح واضح. واضح خالص، مؤامرة أكيد، مؤامرة واضحة، مؤامرة من الخارج لمنع الخبز لضرب بطن المواطن الجزائري. عايزين يجيبوا لنا إمساك يا شعب الجزائر. تلقاها ربما حتى في فرنسا. إزاي في خبز في فرنسا ومش موجود في الجزائر؟ المكسيك فيها تاكو والناس في الجزائر مش لاقية تاكو، حرام. شرق آسيا فيها سوشي والجزائري جه يرول ما لقاهوشي، حرام والله. لا احنا لازم نفضي أسواق الدول المجاورة بقى، لو لقينا طابور طويل ناخد الناس نصدرها الدول المجاورة يمكن تعرف تشتري براحتها. لا الحكومة مش هتنهي التهريب، دي بقت جريمة منظمة خلاص زي تزور الانتخابات كده مثلا يعني. لازم إشراف قضائي. تهدف إلى زرع اليأس. كان في إيدهم يزرعوا قمح، عايزين يفشلونا فبيزرعوا اليأس. يعني أزمة السلع دي كلها بسبب المؤامرة؟ مش إن الحكومة سايبة السلع بدون رقابة وبتتهرب؟ لا خلاص حقك علينا يا حكومة، كنا فاكرينكم مش عارفين اللي بيحصل، بس واضح إن هي جريمة. أنا كي نشوف رب الميزيرية هذه، رب الميزيرية هذه اللي أنا عايش فيها، أتمنى أكون خلقني ربي طفلة ونعيش لازقع، نستحفظ على المسعودة تاعي تيجي مكش حمار يتزوج بيا هو يحرث هو يجيب كلش، وأنا متكسر برك حالا المسعودة تاعي وتربح رابح، ولا الميزيرية هذه تاع الشعر اللي الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. حضراتكم سمعتوا الفيديو بتاع جوشو وإزاي بيعلق على الطوابير في دويلة الجزائر الجائعة. عندنا حكمة في مصر بتقول إذا خرج العيب من أهل العيب ما بقاش عيب خلاص، بقوم دول متعودين على كده. فلما يطلع وزير التجارة عندهم، أظن أن وزير التجارة يعني، ويقول أن الطوابير سلوك حضاري الناس بتتعلم منه الأدب والأخلاق والمعاملات، ويعني يعني الطوابير دي حاجة جميلة جدا جدا يعني. هو شايف كده، هو الخنكة ده شايف كده، شايف أن
لما البني آدم يقف في طابور بيتعلم السلوكيات الإيجابية. يعني والله ما عارف، مش عارف، لكن على أي الحالات هو طمن الناس وقال لهم ما تقلقوش، احنا عندنا الستوك او المخزون الاستراتيجي يعني للقمح موجود، ويطمن يعني. وطبعا بيتكلموا على طوابير الخبز، ما اتكلمش بقى جوشو على طوابير الحليب ولا طوابير الزيت ولا العدس ولا اي حاجة تانية، هو بيتكلم على طوابير الخبز. فالراجل طلع قال لهم، الوزير طلع قال ما تقلقوش احنا عندنا المخزون الستوك بتاعنا يعني يطمن يعني، واحنا محتفظين بيه. طب انت محتفظ بيه ليه لما انت عندك ستوك؟ طب ما تجيب غيره يعني، طلعه وهات غيره. سايب الناس واقفه متمرمطه في الطوابير ليه؟ عشان ياخد خبزه يعني. يعني انت يعني يعني انت عاقل يا عم؟ انت عاقل ولا شكلك كده يعني ولا ايه بالظبط؟ وبعدين لما انتوا عندكم ازمه في الخبز وحالتكم بالبلد الازرق، طب ما الاستاذ اوفا الكبير البيج بورس بدل ما كان هيطلع يزرع 300,000 هكتار حليب ولا غبره حليب، طب ما كان زرع قمح. طب يعني كان زرع قمح وكفى بيه الناس دي، ولا هو انتوا مزاج عندكم تمرمطوا الناس وتبهدلوها؟ لا، وبيقول ان الطوابير دي ظاهره عالميه يعني كل الدول فيها طوابير. طب ما هو فعلا كل الدول فيها طوابير يعني. انا شخصيا في زيارتي للمغرب الشريف ما شفتش الطوابير دي الا في بعض الاماكن يعني، وانا في محطه القطار مثلا عشان اخد تذكره مسافر من مكان لمكان، وانا في المطار عشان اخلص اجراءات السفر او اركب الطياره او انزل من الطياره، هي دي الطوابير. لكن طوابير على الخبز ما شفناهاش في حته دي، طوابير على العدس واللوبيا والزيت والحليب ما شفناش غير عندكم. وفي الاخر عاوزين يترجموا هذا انه مفيد للمواطن. يعني تروح تقف في الطابور مثلا 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات انت ورزقك بقى يعني، او تروح تبات قدام باب المخبزة عشان تلحق دورك بدري، يعني فيها افادة يعني. الناس بتستفيد، اولا بتستفيد النظام، بتستفيد الاخلاق، بتستفيد مش عارف ايه تاني، بتستفيد كل حاجه بصراحه الا الخبز يعني، تستفيد كل شيء الا الخبز. ده كلام وزير التجاره اظن، وزير تجاره ما هو، بس هو ده ينفع وزير ايه ده؟ والله ولا وزير مراجيح مولد النبي يعني. فجاب وزير العدل بيتكلم على نفس الازمه، قال لهم دي جريمه منظمه. ما يحبس هو جريمه منظمه هدفها زرع الياس في نفوس المواطنين ومؤامره، عشان هي مؤامره. الله يخرب بيوكم، جريمه منظمه ايه؟ ما هو لما يكون وزير التجارة محتجز للاحتياطي الاستراتيجي من القمح اللي بيعملوا منه الخبز عشان الطوابير تفضل شغالة، يبقى مين اللي بيدبر الجريمة المنظمة؟ المسؤولين القائمين على الأزمة، القائمين على الموضوع نفسه يعني. وزير التجارة هو اللي صاحب أو الأساس في الجريمة المنظمة، مش ده العقل يا أخوانا؟ ولا احنا بنهلفط ولا ايه يعني؟ مش ده العقل؟ عندك احتياطي اتنقل على عينك وخرجه، اكل الناس وجيب غيره، ولا انت شايل الاحتياطي ده للفران عشان الفران تاكله وترجعوا تقولوا المغرب بعت الفران كلت الاستراتيجي الاحتياطي الاستراتيجي اللي احنا شايلينه للقمح، نظرية المؤامرة بتاع الفران. ما تطلع يا عم القمح اكل الناس يا عم. لكن وزير عدل يطلع يقول دي مؤامرة وناس بتتحكم وناس، يبقى انتوا قاعدين نايمين، تبقى انتوا حكومة نايمة وبيج بورس نايم، اما انتوا سايبين
يعني السلعة الاستراتيجية عند المواطن وهي الخبز، لما انتوا سايبينها في ايد مرتزقة عمالين يبيعوا ويشتروا في المواطنين، يبقى ما فيهاش حكومة. الدولة دي ما فيهاش حكومة، ما فيهاش مسؤولية. مش ده الكلام الواقعي؟ ترجعوا تقولوا بقى نظرية المؤامرة، نظرية الجريمة المنظمة، هنزرع اليأس. بنقول لكم ما تزرعوش اليأس، ازرعوا القمح. يعني ازرعوا القمح، بدل ما تزرعوا غبرة الحليب والبيض ازرعوا القمح. مش ده الكلام العقلاني يعني؟ لكن يا اخوانا هم خلاص، هم بيلهوا المواطن في اي شيء. عايز تاكل اطلع وقف في الطابور، عايز تشرب اطلع وقف في الطابور، عايز حليب اطلع وقف في الطابور، عايز زيت اطلع وقف في الطابور، عايز عدس اطلع وقف في الطابور، واستهلك يومك. عيش اللحظه يعني، عيش مع ازمتك، عيش مع الازمه. لكن ما تجيش تقول سياسة وتقول انتخابات وتقول رئيس وتقول وزير وتقول، لا ده كلام انساه. عيش مع ازمتك. انت بتطلع الصبح الاسد فيهم اللي يرجع بيته بشوية خبز ولا بكيس حليب ولا بشوية عدس ولا بشوية زيت، هو ده الراجل بمعنى الكلمة هناك. غير كده هي جريمة منظمة تهدف لزراعة اليأس في نفوس المواطنين. هي مؤامرة، بيتأمروا. يقول لك مش معقول يكون في سلعة موجودة في الدول اللي حوالينا، حتى في فرنسا، ومش موجودة عندنا. حتى في فرنسا. عم عيب عليك، عيب عليك. دي ماما برضه، دي ماما، دي ماما يهطل. يعني طب قولي قولي، طيب يعني العيب في ايه؟ العيب فين؟ برضه هتقول لي التجار والمحتكرين وال، طب وزير العدل ماله ومال الاحتكار وماله ومال التجاره وماله ومال طب يا اخوان، ما انت عارف انها نظريه مؤامره، وعارف ان التجار، ما تاخد قرار كده كوزير عدل كده، اقفش كل اللي عامل احتكار للسلعه يعني. ولا اقول له يضرب وزير التجاره على قفاه واقول له اشتغل الله يخرب بيتك، طلع الاحتياط اللي عندك. وفين المعزاوي ورئيس الحكومة؟ عمل ايه؟ طوابير من 50 سنة عندهم، يعني من 50 سنة ايمن القفة قعد له قد كده ومشي والطوابير موجودة، وجابوا المعزاوي والطوابير موجودة. ايه اللي جد يعني؟ حياتهم كلها بقى الطوابير، 24 ساعة في الطوابير. واحنا القوى الضاربه، احنا القاره، احنا الكوكب، احنا مفيش مننا في الكون. وتيجوا تناقشوا حد منهم عبر السوشيال ميديا ولا البتاع، يقول لك احنا عايشين احسن عيشه. ما انت هتقولوا غير كده؟ ادي احسن عيشه اهي. طوابير تتعلموا منها الادب، تتعلموا منها الاخلاق، تتعلموا منها النظام، تتعلموا منها كل حاجه، عشان ما يبقاش عندكم وقت لاي حاجه تانية. ويرجع يقول لك المروك بياكلوا من عندنا. قلت عندكم حاجه تتاكل يا عالم يا جربانه؟ عندكم حاجه تتاكل؟ عندكم ايه تتاكل؟ كتكونيله. كتكونيله ده انتوا في منكم اللي بقى ياكل الضفادع وياكل ده غير بقى لحم الحمير والبغال والغم الازل اللي عندكم دي، ما اعتقدش انها بطوابير، ما اظنش يعني. ف يا ريت يا ريت كل واحد يلزم حدوده ويعرف حجمه ويلم نفسه. بس على مين ده؟ انتوا خانكه، ده انتوا خانكه استنجلينا. شوفوا الوزراء بتوعكم انا مش عارف متسلطين عليكم ولا، والله ما انا عارف. يلا خليكم عايشين في طوابيركم انتوا. ما اعتقدش ان حتى لو انتهت الطوابير دي انتوا هتعملوا طوابير برضو من نفسكم كده، حتى لو السلع موجوده وكل حاجه كاينه، برضو هتعملوا طوابير عشان تعرفوا تعيشوا، لان انتوا اتعودتوا خلاص على الطوابير. الحياة بدون طوابير ملهاش طعم، مفتقدين حاجة، بقت سمة من سمات اليوم عندكم الوقوف الطابور. عموما لو كان فيهم خيرا لأعطاهم الله خيرا، أكيد تستاهل. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، تحياتي واحتراماتي للجميع، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.